استغلال المعلومات الواردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالحمرية، مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المواد المهلوسة. تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الواد ومغير بعد رصد المركب المشتبه فيها وتفتيشها. عثر على متنها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 52800 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ مموه ومخبأ بإحكام داخل مركبة. العملية أسفرت عن حجز كمية سالفة الذكر من المهلوسات ومبلغ مالي قدره 499 ألف دينار جزائري، إضافة إلى حجز المركب المستعمل في التهريب وتوقيف سائقها الذي سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.